على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب جمعنا موقع أدب والصديق العزيز الدكتور عبد الله السفياني، جمع الأدباء والشعراء العرب في هذه الدار الجميلة. طبعا دائما ما يسمى بهوامش المهرجانات الكبرى هي أجمل من المتون، فما حدث هذا اليوم هو تجمع كبير لشعراء العربية من العراق ومصر وعمان، فضلا عن وجود خيرة الأسماء الشعرية السعودية تداولنا فيها شؤون الأدبي وإمكانية أن تتحول الثقافة بشكل عام إلى عوامل مساعدة ورئيسية في بناء هذه الأمم. لذلك نعتقد أن هذه القوى الناعمة هي العوامل التي تجسر كل العلاقات وتديمها بشكل فاعل ورئيس. إن أبو تمام قديما قال أن يختلف نسب يوحد بيننا أدب أقمناه مقام الوالد. ما حدث هذه الليلة هو الوالد الذي جمعنا، الشعر الذي جمعنا في هذا المكان العظيم. شكرا لموقع أدب، شكرا لكل الأصدقاء من المملكة العربية السعودية الذين تداولنا شؤون وشجون أهلنا وناسنا وثقافتنا.